يمكن من حسن حظ البعض النهارده ان في ظل الفقرات القويه دي الثنائي غير مكتمل، ولكن نوعدكم الحلقه الجايه انا واسامه هنكون موجودين معاكم. ولكن ما زالت الردود متواصله وما زالت الحقائق برضه متواصله. خرج علينا عضو مجلس اداره النادي المصري طارق هاشم بتصريح غريب جدا. اجتماع عملته الانديه في اتحاد الكره، وإذ فجأة بيخرج عضو النادي المصري بيقول كلام محتاجين نسمعه ونرجع نعقب. يلا بينا. طب عايز أقول لحضرتك على مفاجأة. الكابتن سيد عبد الحفيظ في اجتماع الأندية الأخير ده. اللي هو عشان اللي هو كان من يومين ده. اللي هو بتاع اللقاح وبتاع المسابقة والدوري والكلام ده. اعترف لأحد الحكام إن هدف الأهلي الأولاني اجى في ايد محمد الشريف. لا يا راجل. والكلام ده اقسم بالله على مسؤوليتي. انا بقسم لك بالله. اعترف واقول لك كمان واعترف لرئيس لجنه الحكام وجيه احمد ان الجول الاولاني بتاع النادي الاهلي بالفعل جه في ايد محمد الشريف. اللي هو ماتش الاهلي والمصري يعني. انا مش بقول الكلام ده اللي انا بشكك فيه، لا، كابتن سيد عبد الحفيظ انسان محترم وانسان صريح وقال كلمة الحق، وده تشهد له. دي تشهد له يا كابتن. أخبر حضرتك مش تبقى عليه، لا ده تبقى ليه. النهارده ما راجل مدير كورة النادي الأهلي يطلع يعترف بعد المباراة. شوف بقى بكام ماتش. لا كابتن، لا، في حاجة غلط في المنظومة الرياضية لازم تتعدل. إيه الجمال ده؟ يعني أنت طالع على قناة الزمالك تفبرك حوار على لسان كابتن سيد عبد الحفيظ محدش سمعك فيه ولا حد اكد اي حاجه من الكلام اللي اتقال ده، وتبدا تقول كلام مرسل ان كابتن، واحنا بنشيد بكابتن سيد عبد الحفيظ انه اعترف بكذا، واحنا بناكد ان كذا كذا. اولا كابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان الكلام ده ما حصلش، بس الاهم من ان الكلام ده ما حصلش فكره يا جماعه الكلام المرسل. انت راجل مسؤول، رجل مسؤول، ما ينفعش اطلع اقول اي حوار لا ليه سند ولا ليه اي اساس من الصحه، وجا في دماغي كده خبطت معايا ان اقول، وطلع اقوله عند خالد الغندور في قناه الزمالك ان النادي الاهلي ظلم، النادي المصري اتظلم قدامه في لمسه يد محمد شريف لما سجل الهدف. طيب انا عايز احكم اي حد. الطبيعي ان انت تبقى بتتكلم في مباراه الاهلي والمصري اللي كده كده النادي الاهلي كانت نتيجته فيها مستحقه بشهاده خبراء التحكيم، ولا عندك يا طارق يا هاشم يا عضو مجلس اداره النادي المصري وقعه مؤكده اتكلم فيها كل المحللين، وهي هدف نادي الزمالك اللي اتحسب من ضرب الجزاء كان قبلها في دفعه لمدافع لاعب النادي المصري، وان كانت الكره من البدايه فاول وما كانش فيه ضرب الجزاء مستحقه. انت سايب ده ورايح تتكلم مع خالد الغندور على اللعبه دي؟ طب ده مش كلامي. تعال شوف الحكام قالوا اللعبه اللي مفترض انت تبقى 24 ساعه بتلف القنوات تتكلم عن حق ناديك فيها، وهي وقعه المصري والزمالك اللي انت سايبها، قالوا عنها ايه؟ نطلع ونسمع الفيديو. هنا محمود ما حسبش حاجه، خلي بالك هنا محمود ما حسبش حاجه. بس الفارنا ده قال له لمسه يد. يبقى دي برضه التالت حاله الفارنا ده كان يا محمود. غير بقى لمسه اليد، اصلا احنا عندنا في فاول اللي احنا هنشوفه، اللي هو هنشوف مدافع الزمالك هنا هيعمل ايه. بص اللعيب واقف. اتكلم عن اللعيب ده. بص اللاعب، بص بيدفع ازاي. اوكي. بص الدفع، نمشي كده اهو. خلاص. الدفع تم قبل لمسه اليد. إذا مخالفة قبل مخالفة. بالظبط، يعني هي كان خطأ من الأول. بس طب هنا بقى، يعني أنا ما شفت الفيديو نادي ندى محمود ليه؟ جاب له لعبة تانية. جاب له لعبة لمسة اليد فقط. جاب له الفريم ده. جاب له يعني الجزء ده. طب هنا بقى زي ما أشرنا بحكم الفيديو، هنا حكم الفيديو غلط إنه ظلم محمود في كورة زي دي. تقنية الفار يعني في لعبة زي دي ما بين الدفع وما بين لمسة اليد متر. ما بين مخالفة ومخالفة متر. هو كان لازم محمد عباس يجيب لي البنا الصورة بالكامل، والبنا يختار. خلي بالك ان الكابتن شوبير كان بيقول ان ما اعرفش جاب الاخبار منين، قالك في غرفة الفار كان الحكم احمد جمال ومع محمد عباس، فقال له انا هجيب له دي، مش قال له جيبها له كلها.
كلام ما احترامنا للكابتن احمد شوبير طبعا على الراس. ما انا بتكلم ثواني بس من اقول لو في حاجه زي كده لا يبقى يفرغوا بقى الشريط. لا ما ده اللي انا عايزه. انا ما خليتنيش اكمل، انا عايز اوصل لنقطه مهمه. طب يلا عشان في حالات كتيره. معلش النقطه المهمه في اللعبه دي مهمه قوي يا كابتن سمير، ان الفار النهارده طالما لعبه زي دي بغض النظر انا مش هسال واقول لهم انا شغلتي كلجنه بتاع اروح افرغ عشان اقدر اوصل للصح. الكلام هنا مهم ليه؟ لان الموضوع وصل لتحقيقات وتساؤلات عن لقطه حسمت نتيجه مباراه لصالح نادي الزمالك امام النادي المصري. الطبيعي كمجلس اداره بيخص نادي يتكلم في الواقعه دي، وعلى فكره لو النادي المصري اغفل الواقعه وما حاولش يتكلم فيها كنا احنا هنا في قناه النادي الاهلي غير معنيين بالامر، خلاص حاله هو مش عايز يتكلم فيها امر يعني. ولكن ان انت تسيب الحاله دي وتطلع تتكلم على مدير الكره وتحط شهاده على لسانه ان هو قال ان هدفه في شباكه كان بلمسه يد، اعتقد هنا او اتكلم ان هدفه كان بلمسه يد محمد الشريف، اعتقد هنا محتاجين نفهم ليه ده حصل وليه بيحصل مع اعلامي زملكاوي من عضو مجلس اداره نادي المصري. لو عرضنا الصوره دي ممكن نفهم شويه ان اعتقد استاذ طارق هاشم كان مراسل قبل كده في برنامج يخص كابتن خالد الغندور، وكان دايما المتابع للكره والمتابع لقناه دريم وقتها كان فاكر كويس قوي ان طارق هاشم كان دايما اراءه تجاه النادي الاهلي كان فيها اراء واضحه جدا لانحياز لنادي الزمالك والنادي المصري ضد النادي الاهلي. فدي الصوره العامه اللي تعرفكم ليه التصريح اتقال بالشكل ده، وان التصريح مش خرج من حد مصدر ثقه انت ممكن النادي الاهلي يقبله، لان ده تصريح في منتهى الخطوره. واعتقد النادي الاهلي السنه دي تحكيميا وكل سنه هو اخر نادي ممكن اي حد يتكلم عن اي مجاملات بتحصل معاه.